شويه وطلع لي حبوب في عيني وعيني وعملت كده، ورحت للدكتور قال لي
لكن لو كان نفس المعدل الفني فخلاص كمل فيها. دخلنا عليها خلاص واحد منهم اسبوعين حسب انت عارف مش ازاي. ممكن برضه لو البنت متأثر شديدة ممكن اعمل له برايت ان انا اشيل السيلز بتاعت يعني عشان اعمل بروتكشن للادجيسنت سيلز للانفكشن للنب السيلز. برضه اديله خدمه بريكس عشان اعمل دليل للديسكومفورت اللي عنده واديله برضه سبستيتيوت عشان اعمل روتين كبير تي سبستيتيوت عشان اعمل روتين كبير وبرضه دي كده الحاجة. في حاجات تانية بقى تبع الهيبتيتس بس هو مش الحاجة دي. الهيبتيتس برضه لو مثلا جاي واحد اليوم ديفيشن او شايط مثلا او لو عنده سيفير اي اوبيرال ديزيز بديله معاه اورال اورال اسيتوفيت 40 مللي جرام برضه وفتح في الكوبري لمدة 15 دقيقة. لو جاي واحد عنده اوريدي كوما يعني هو اصلا مريض كوما لازم ما تديلوش عشان بس الاكل بتزود الانفلاميشن وبتزود الهيلثي بتاع السيلز.